حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. نبدأها بالعناوين. في زيارة ستستمر ليومين، جير بيدرسون يتوجه إلى دمشق للتباحث في جلسات اللجنة الدستورية السابعة. وأب يقتل أطفاله الثلاثة ويصيب زوجته في مدينة حارم بريف إدلب. ورغم النداءات لوقف اختطاف الأطفال في مناطق قد اختطاف الطفلين آخرين في حلب والحسكة بهدف التجنيد. أهلا بكم. يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون غدا الثلاثاء إلى دمشق في زيارة تستمر ليومين. وذكرت صحيفة الوطن الموالية أن بيدرسون من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة وزير خارجية النظام فيصل المقداد لبحث إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف، والتي من المتوقع أن تعقد قبل نهاية هذا العام. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ سليمان القرفان، عضو في اللجنة الدستورية من غازي عنتاب، مرحبا بكم. يعني بداية برأيكم، ما الأثر توقع لزيارة بيدرسون إلى دمشق على العملية السياسية؟ حياك الله صديقي لك وسائر مشاهدي قناة حلب اليوم. طبعا المعلومات المتوفرة مثل ما ورد بتقريركم أنه في زيارة لبيدرسون غدا سيقوم بها إلى دمشق، تستمر يومين لبحث عقد جولة جديدة سابعة. طبعا الجولة السادسة كان يعني الشيء اللي رشح عنها قبل بداية الجولة، أنه كان مقرر هناك ثلاث جولات ستتم عقدها خلال قبل نهاية العام الحالي، إلا أن تعنت النظام ويعني حدث النظام بعد اللجنة الدستورية عن الغاية اللي نشأت لها وتعطيلها، انتهت الجولة السادسة دون الاتفاق على موعد جولة جديدة. طبعا بيدرسون الان بصدد العمل على عقد جوله سابعه، لكن يعني كلنا بنعرف انه اعياد الميلاد وراس السنه يعني باشر العطل بمنتصف شهر كانون الاول القادم، فمن الشيء يعني المستبعد انه يكون في جوله سابعه قبل نهايه العام الحالي، والتوقعات تشير الى انه يعني ممكن تكون الجولة السابعة مطلع شهر الشباط القادم. ولكن يعني ست جولات رغم كل هذه التوقعات والنتائج غير مرضية وسط عدم جية من النظام، تهرب تملص، يعني أدرى مني بهذا الموضوع. وكيف تنظرون للجولة السابعة في ظل كل هذه المتغيرات، وأيضا إلى الشارع الذي بات اليوم يتظاهر ضد اللجنة الدستورية في كل جولة تحدث؟ طبعا يعني إذا تم اعتماد نفس المنهجية السابقة اللي حصلت الجولة السادسة، أكيد راح تكون الجولة السابعة يعني غير مختلفة عن الجولات السابقة ولم تحقق أي نتائج. اليوم كلنا نعرف أنه النظام يأتي للجنة الدستورية يعني مرغما، وبالتالي إذا ما كان في ضغوط جدية حقيقية لإحراز تقدم في هذا الأمر يعني شيء بعيد المنال. طبعا يعني اليوم إصرارنا على تمسكنا باللجنة الدستورية، وممكن يعني مثل ما تفضلت أنه لحد الآن ما حققت شيء، والنتيجة كانت لحد الآن صفر من الجولات الستة اللي تم عقدها، إلا أنه يعني اليوم كلنا بنشوف أنه في هناك دعوات من بعض الدول لإعادة تأهيل النظام بذريعة أنه دعوات لتغيير سلوك النظام. وطبعا من يعني يشاهد المشهد السوري عن 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 كثب يعرف أنه هذا النظام غير قابل للتغيير جملة وتفصيلا، وبالتالي يعني بقاء المسار اللجنة الدستورية هو لتسليط الضوء على هاي النقاط وفشل الدعوات لتغيير سلوك النظام. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان قرفان، عضو في اللجنة الدستورية السورية، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك.
أصيب عدد من الأطفال جراء استهداف قوات النظام وروسيا بقذائف موجهة بالليزر منازل المدنيين في منطقة جبل الزاوية جنوبية محافظة إدلب أمس الأحد. هذا وأعلن الدفاع المدني السوري إخراجه الأطفال من تحت الركام، مضيفا أن 10 أطفال جميعهم من عائلة واحدة أصيبوا جراء القصف على بلدة معرزاف جنوبية إدلب، وأن فرقه أسعفت المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج. يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة بلدات في منطقة جبل الزاوية قصفا مشابها أحدث دمارا واسعا في منازل المدنيين دون تسجيل وقوع إصابات بشرية. شهدت مدينة حارم بريف إدلب جريمة مروعة راح ضحيتها 3 أطفال، فيما أصيبت والدتهم بجروح خطيرة. وقال مراسل قناة حلب اليوم إن الأطفال قتلوا بإطلاق الرصاص على يد والديهم بشكل متعمد وفر هارين، مضيفا أن الشخص المطلوب حاليا أو الشخص مطلوب حاليا لكافة الجهات الأمنية. من جهته ذكر قائد شرطة حارم أن الرجل توارى عن الأنظار، يجري الآن البحث وسط أنباء تتحدث عن إلقاء القبض عليه. المزيد معنا جمعة الأحمد مراسل قناة حلب اليوم مباشرة من إدلب، مع حبل وضعتنا أكثر في تفاصيل الجريمة الزمن المكان. تحياتي يا عمار. في الحقيقة جريمة مروعة هزت مدينة إدلب وريفها، وحيث قام القاتل بقتل 3 أطفال. ذكرت المصادر الأهلية والطبية حول وقوع الحادثة أن الوالدة كانت تصطحب أطفالها إلى منزل والدها، حيث ذكرت المصادر أنه كان هنالك شجارات بين الزوجة والقاتل. ذهب القاتل إلى بيت المقيمة فيه الزوجة والأطفال، حاول أن يصطحب أطفاله ولكنه رفض الذهاب معه وأطلق النار عليه بشكل مباشر ثم لاذ بالفرار. ذكرت مصادر طبية عندما وصلت جميع الأطفال إلى أحد المشافي الطبية بمنطقة حارم بريف إدلب أن الأطفال تعرضوا إلى إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة وإلى مكان قاتل في جسدهم، ما تسبب بمقتلهم على الفور. نفى الطبيب وجود أي حالة نفسية للقاتل وأن القتل كان بشكل متعمد. كيف يعني كيف على ماذا اعتمد الطبيب من خلال توصيفه هذا أنه القاتل يعني لا يوجد لديه أي حالة نفسية؟ هل ألقي القبض عليه وهل تم فحصه مثلا؟ نعم. في الحقيقة عمار التشخيص الطبي الذي تأكد من الجثامين الأطفال أنهم تعرضوا إلى إطلاق نار من مسافة قريبة وكانت الرصاصات في الصدر، وهذه المسافة القريبة ما أدت إلى مقتلهم على الفور. هم 3 أطفال قتلوا بعد ساعات من ارتكاب هذه الجريمة وفرار القاتل. أكد مدير شرطة منطقة قائد شرطة منطقة حارم بريف إدلب بعد التحري والمتابعة إلقاء القبض على هذا المجرم بعد أن كشفت المصادر أو اختبائه بمنزل أقاربه بمنطقة كفر لوسين. إذن هذه الجريمة في الحقيقة كانت جريمة مروعة، قتل 3 أطفال بشكل متعمد وهزت مدينة إدلب وريفها بشكل كبير جدا بعد أن وقعت يوم أمس. شكرا جزيلا لك جمعة الأحمد مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من إدلب. قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني قرب بلدة القريتين بريف حمص الشرقي إثر هجوم لتنظيم الدولة على مجموعة نقاط عسكرية تابعة للحزب بحسب مراسل قناة حلب اليوم. وأضاف مراسلنا أن قوات النظام استخدمت تعزيزات عسكرية من القلمون الشرقي عقب الهجوم. ونقل مراسلنا عن مصادر محلية قولها إن حزب الله أرسل تعزيزات عسكرية من مطار الضبعة والبويضة إلى ريف حمص الشرقي. دعا مركز حرمون للدراسات العديدة من السياسيين والنشطاء في مدينة اسطنبول التركية لحضور ندوة استضاف فيها السفير التركي السابق إلى سوريا، جرت خلالها أسئلة ونقاشات واستفسارات من الحاضرين حول الدور التركي في المسألة السورية.
بدعوة من مركز حرمون للدراسات المعاصرة، استهدفت العديد من السياسيين والناشطين والمعارضين لنظام الأسد من مختلف المناطق السورية. أقيمت ندوة حوارية سياسية حملت عنوان سوريا بعيون سفير. كان ضيفها السفير التركي السابق إلى سوريا عمر أونهون، الذي يتميز بمواقفه المناصرة للثورة السورية منذ اندلاعها سنة 2011. مثل هذه الندوة هي يعني أمر ضروري ضمن حوارات السوريين، خاصة مع شخصية مثل سعادة السفير عمر أونهون، واللي هو شهد بالضبط بداية انفجار الانتفاضة بسوريا والإجراءات اللي صارت واللي تحدث عنها بشكل تفصيلي، وأيضا صار في نقاشات حول سوريا إلى أين. حضر الندوة العديد من الشخصيات السياسية المعارضة لنظام الأسد، وتناولت العديد من الأسئلة التي طرحت على السفير التركي السابق حول الدور التركي في المسألة السورية، التي تعتبر من أعقد المسائل السياسية في العالم وأكثرها أهمية في هذه الأيام. وددنا أن نستمع إليه إلى تحليله يعني إلى هذه العلاقة. الغاية من هذه اللقاءات هو تقوية هذه العلاقة والتجاوز أي عثرات أو أي أمور يعني تشوبها، لكن العلاقة أنا أكرر يعني العلاقة كبيرة. موقف تركيا لا يمكن أن يقدر تجاه الشعب السوري. نحرص على حضور أو تلبية دعوات للقاءات كهذه تجمع أهلنا السوريين بإخوتنا الأتراك. اختتمت الندوة بنقاشات وأسئلة وجهها الحضور للسفير، وكانت إجابته فيها واضحة موجزة بأن الثورة السورية لا قرار فيها إلا لأبنائها الذين ضحوا لأجلها، ودعا إلى تكاتف السوريين فيما بينهم للوصول لأهدافهم. شاهدنا نشرتنا مستمرة وفيها لكن بعد الفاصل. أسماها بيت الشهداء، ناشط في مدينة إدلب يحول غرفة في مكان عمله لمكتب لتوثيق شهداء الثورة السورية. بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. خطفت ما تسمى بالشبيبة الثورية التابعة للقسد طفلين آخرين من مدينتي حلب والحسكة لتجنيدهما في صفوف قسد، وذلك بالتزامن مع وقفات احتجاجية في مدينة عمودة لأهالي الأطفال المختطفين سابقا للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. هكذا بدا المشهد في مدينة عمودة بريف الحسكة، مظاهرة أبطالها أمهات فتيان وفتيات قاصرات اختطفتهن ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة لقسد قبل أيام. صباح هي والدة الطفلة المختطفة هدية عبد الرحمن عنتر، تقول إن عمر ابنتها لا يتجاوز 15 عاما وإنها تراجع الشبيبة التي اختطفت ابنتها دون أي فائدة. كنا نسمع عن عمليات الخطف في عين العرب وعفرين ومناطق أخرى ولم نكن نصدق، لكن الآن وبعد خطف بناتنا في عمودة أصبح أمر واضحا. خطفوا ابنتي من المدرسة. مظلوم عبدي كان قد تعهد أن عمليات الخطف لن تتم في المستقبل. أين هذا الكلام؟ لا أحد يرد علينا بعد أن خطفوا ابنتي. قبل أيام أدان المجلس الوطني الكردي السوري اختطاف الشبيبة الثورية التابعة للقسد للفتيات القاصرات في عمودة، مناشدا عبر بيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حماية حقوق الأطفال، ومطالبا قوات التحالف بالضغط على قسد.
وفي وقت تتهم فيه قسد باختطاف الأطفال وتجنيدهم وكذلك تغييب المدنيين دون محاكمة ودون أن يعلم عنهم ذوهم أي شيء. يقول مدير إدارة شؤون الموقوفين لدى الإدارة الذاتية التابعة لقسد حسن كانو إن الإدارة الذاتية تحرص على مراعاة حقوق الإنسان وتطبيق القانون. هناك مكاتب لشؤون الموقوفين أصبح بإمكان ذويهم من الدرجة الأولى أو ممثليهم القانونيين مراجعة هذه المكاتب للاطلاع على مكان وأسباب توقيفهم، كما يقع على عاتقنا العناية الصحية للموقوفين وهم يحصلون على الخدمات الصحية دون تمييز. لطالما تحدثت تقارير عن تجاوزات قسد بحق الأطفال وتجنيدهم وزجهم في جبهات القتال، ففي حزيران من العام الماضي أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن قسد تواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمال شرق سوريا، رغم توقيعها خطة عمل مع الأمم المتحدة عام 2019 لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال في صفوفها. اتهمت قيادة في أو قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي بالعمل مع نظام الأسد لتحييد المكون الكردي في سوريا عن المشاركة في الثورة السورية. وقالت القيادية سكينة حسن لموقع باس نيوز إن العلاقة بين النظام والحزب علاقة عضوية، وإن المحادثات السرية العلنية التي بين الطرفين لا تدور حول حقوق الأكراد، إنما الحفاظ على وجود حزب الاتحاد الديمقراطي وسيطرته على الأرض. وللمزيد معنا الأستاذ عثمان مسلم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا مباشرة من إسطنبول، مرحبا بكم. يعني بداية، إلى أي حد تتفق مع ما جاء في التصريحات؟ لما فهم السؤال أستاذ إذا ممكن. التصريحات التي صرحت بها القيادية سكينة حسن لباس أن نيوز حول العلاقة بين النظام والحزب، كيف تعلق عليها؟ سكينة قيادية في حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي صرحت أمس عبر باس نيوز بأن حزب الاتحاد الديمقراطي هو ذراع حزب العمال الكردستاني، استعان به النظام بضرب الثورة وتحييد الكرد عن المشاركة، ولكنهم نجحوا في مكان وفشلوا في أماكن أخرى، لأن الشعب الكردي في سوريا بطبيعته عانى من النظام الأمرين، عانى وطنيا وعانى قوميا، ومصلحة الشعب الكردي هو في الثورة وليس مع النظام، وأن حقوق الكرد ضمان لحقوق الكرد وإزالة المعاناة عن الكرد. نحن نرى بمستقبل سوريا مع الشعب السوري والحوار مع الشعب السوري وليس مع نظام الإجرام والقتل. حزب الاتحاد الديمقراطي ليس حزبا كرديا كما يدعي الإعلام العربي أحيانا. حزب الاتحاد الديمقراطي وحدات حماية الشعب حركة المجتمع الديمقراطي لم نرى فيها كلمة كردي، يعني وصرح المسؤولون الكبار يعني أكثر من مرة نحن لسنا حزب كردي. وأنا أنا أتألم وأتأسف من الإعلام العربي حينما يتهمون الكرد عن طريق حزب الاتحاد الديمقراطي بأنهم أكراد وانكساريين وما شابه ذلك. من السؤال هنا، خلال الثورة ظهرت العديد من الأجسام الكردية المعارضة للنظام وسياسات الاتحاد الديمقراطي أيضا، أنت تتحدث منذ قليل، لماذا كل هذه الحركات والأحزاب لم تتمكن من تغيير هذه المعادلة برأيكم؟ بالعكس، نحن شاركنا بالثورة في اليوم الأول بعد 7 أيام من تفجير الثورة بالدرعة، وجدنا المظاهرات في القامشلي وفي كوباني وفي جميع المناطق الكردية، شارك فيها الناس بالآلاف، شاركنا فيها الناس بعشرات الآلاف، إلا أن النظام الماكر المجرم استعان بهذا الحزب، حزب الاتحاد الديمقراطي، لاستغلال الحاضنة الكردية لضرب الثورة من الداخل المجتمع الكردي وإيقاف هذا الزحف تجاه دعم الثورة ومواكبة الثورة. العملية معروفة وكلنا نعرف بأن سبب مجيء هذا الحزب من جبال قنديل عبر كوادر حزب العمال الكردستاني كانت للفتنة، استخدمهم النظام للفتنة
بين الكرد والعرب وإيصال رسالة سلبية إلى السوريين بأن الكرد يطالبون بالانفصال وما شابه ذلك، لكن في حقيقة الأمر المصلحة الكردية هي مع الثورة ومع انتصار الثورة ومع الشعب السوري، وإغلاق طريق حلب دمشق على المناطق الكردية يعني مثل ما يقولوا يعني ضيقة نفس على الكرد. الكرد واعون ويدركون بأن مستقبلهم مع مستقبل الشعب السوري ومع انتصار الثورة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عثمان مسلم، عضو المكتبة السياسية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، كنت معنا من اسطنبول. أثارت تصريحات مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى النظام فواز الظاهر من جديد ردود فعل غاضبة فيما يتعلق بخط الكهرباء المعفى من التقنين، ونقض الظاهر تصريحات سابقة قال فيها لإذاعة شام اف ام الموالية إن المواطنين سيستفيدون من خط الكهرباء المعفى من التقنين بشرط دفع 300 ليرة للكيلووات بدلا من 42 ليرة، بقوله إن الإعفاء من التقنين يمثل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول، إضافة لتأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المشافي والجامعات بحسب صحيفة الوطن الموالية. أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابعة للنظام رشيد الفيصل أن معامل الأدوية تطالب برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، واعتبر الفيصل في حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية أن قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفا الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج وتوقف المعامل عن البيع وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات على حد وصفه. بالتعاون مع مختصين في قضايا حقوق الإنسان، ناشط مدني في مدينة إدلب يقتطع غرفة في مكان عمله ويحولها لمكتب توثيق شهداء الثورة السورية. في مين سبقنا على هاي الفكرة، إن كان منظمات إن كان أشخاص أفراد نوجه لهم التحية، ولكن كمركز توثيق في المحرر يمكن هو الأول. الغاية بالبداية تسليط الضوء على المعتقل والشهيد، هي القضية الأم، هي القضية الأساسية، وبالنهاية لحتى نذكر الجيل اللي طالع. يعني إحنا بنعرف الجيل اللي إجا صار عندنا جيل كامل، إنه في كان قضية موجودة ما زالت موجودة، يعني في ناس قدمت أرواحها وفي أبطال علمتنا الرجولة، والثورة ما هي شعارات، الثورة هي أفعال. يعني في شيء من الاستقرار، ما عاد فيها القصف الموجود يعني على المدينة، فقلنا انه اضعف الايمان، وخاصة بعد ما شفنا اهالينا اللي تهجروا على مدينة ادلب اللي مثل ما بنعرف كلياتنا اليوم هي سوريا الام لكل سوري حر. فانا لما بتواصل معهم انه مثلا كيف فينا نوثق الاسماء، ففي ناس بتقلي انه في ناس وثقت وطلعت على تركيا، في ناس وثقت وانحرقت الوثائق بسبب انه التهجير اللي صار. آلية التوثيق في شيء ورقي وبعدها في اتمته على الكمبيوتر، ومن ثم في عنا راح نحجز موقع ان شاء الله في الايام القادمه على مواقع التواصل، ومن ثم راح يكون في سجلات، هاي السجلات طبعا اغلبيتها راح تنشغل بطريقه قانونيه. رسالتي للعالم انه تكونوا منصفين بحق الشعب السوري اللي قدم لكم الاف ومئات الالاف من التقارير عن الوجع والقهر والاجرام. حصلت السورية نورهان الشيخ حيدر على جائزة التميز في مؤسسة UIF الهولندية لعام 2021 بعد فرز أصوات أكثر من 5000 شخص، وتقدم المؤسسة هذه الجائزة للفت الانتباه إلى إمكانيات ومثابرة الطلاب والمهنيين اللاجئين الذين يعملون على بناء مستقبلهم في هولندا. وقد أشادت لجنة التحكيم في المؤسسة بأداء نورهان الدراسي وعملها والتزامها تجاه المجتمع كمعلمة ومتطوعة. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تي في دوت نت. بأمان الله.